بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 75 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أول رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية دمشق، وباعثها مستمع يقول: الشاب حسن ميم له قضية مطولة جدا، ملخصها شيخ صالح أن له أصدقاء، وأصدقاؤه أولئك يسخرون منه عندما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وعندما يذكر الله سبحانه وتعالى ويقولون فلان أصبح شيخ وفلان أصبحت متدين وهكذا وهكذا. ويسألكم شيخ صالح: هل يستمر في صحبتهم أم توجهونه إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن على هذا الأخ أن يصبر ويحتسب الأجر ويستمر على فعل الخير وفعل الطاعة وذكر الله عز وجل، ولو قالوا فيه ما قالوا فإن هذا لا يضره، وإنما هم يأثمون بذلك. فننصحهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يتركوا السخرية بأخيهم، لا سيما وأنهم يسخرون من شيء هو الخير وهو الكمال. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم يسخرون من المؤمنين. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وكذلك المنافقون يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم، فالسخرية من أهل الإيمان ومن ذكر الله عز وجل إنما هي صفة الكفار والمنافقين، فهذا أمر لا يجوز. عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك أيها الأخ أن تستمر في عملك وما أنت عليه من الخير، ولا تعبأ بما يصدر منهم في حقك، فإنك على أجر عظيم إن شاء الله. وأما هل تعتزلهم أو تستمر معهم، فإذا كانوا عندهم معاصي ويرتكبون شيئا من المنكرات وأنت لا تستطيع تغيير المنكر فإنك تعتزلهم، وأما إذا كانوا ليس عندهم منكرات ولا معاصي وإنما فيهم ما ذكرت من أنهم يسخرون منك، عليك فلا مانع أن تستمر معهم وأن تناصحهم وأن تصبر على ما تلقى من أذاهم. وإن اعتزلتهم من أجل السلامة من سخريتهم فلا بأس بذلك، لكن الوجوب لا يجب عليك إلا إذا كانوا أهل معصية ولا تستطيع أن تؤثر عليهم وأن تنكر عليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في شهر رجب نويت الصيام في أحد الأيام، وعندما استيقظت وجدت نفسي محتلمة، وكان ذلك بعد أذان الفجر بوقت ليس بالقليل، فتكاسلت عن القيام إلى الاغتسال والصلاة، وأكملت نومي إلى الصباح، وعندما استيقظت اغتسلت ثم صليت، فما حكم صيامي؟ وهل يترتب علي شيء من كفارة أو لا؟ نرجو التوضيح والإرشاد، جزاكم الله خيرا. أولا، تخصيص رجب أو تخصيص شيء منه للصيام هذا لا أصل له ويعتبر بدعة. أما إذا كان من عادتك أنك تصوم الاثنين والخميس أو تصوم 3 أيام من كل شهر، وأردت أن تصوم هذا الصيام من شهر رجب فلا بأس بذلك. ورجب يكون كغيره من الشهور في صيام الاثنين والخميس منه،
أو صيام ثلاثة أيام منه. وأما ما ذكرت من أنك أصابك احتلام ولم تغتسل إلا بعد ما طلع الفجر ونويت الصيام قبل ذلك فلا مانع من ذلك، والصيام صحيح، يصح من الجنوب أن ينوي الصيام وأن يمسك ثم يغتسل بعد ذلك، لأن الصيام لا يشترط له الطهارة، وإنما الطهارة تشترط للصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول: في شهر شوال كنت صائما، وفي أثناء اغتسالي أحسست برطوبة في حلقي، ولم أعرف إذا كان الماء قد دخل إلى حلقي أم لا، ولكنني أكملت صومي، فما الحكم؟ الحكم أن صيامك صحيح والحمد لله، وإذا طار إلى حلقك ماء من غير اختيارك فإنه لا يؤثر عليه، إنما الممنوع أن تتعمد إيصال الماء إلى حلقك، أما ما دمت لم تتعمد فإنه لا يضر وصيامك صحيح. نعم. ما حكم زيارة القبور بالنسبة للرجال والنساء ولو لم يكن هناك اختلاط؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. زيارة القبور للرجال مستحبة إذا كان القصد منها ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتعاظ بأحوال الموتى والدعاء للأموات والاستغفار لهم والترحم عليهم، فهذه زيارة شرعية مستحبة للرجال. وأما النساء فإنه لا يجوز لهن زيارة القبور، لأن زيارة القبور خاصة بالرجال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأن المرأة عورة، ولأن المرأة ضعيفة، فيخشى إذا رأت قبر قريبها أن تتأثر وأن يحصل منها جزع أو نياحة ولا تصبر، إضافة إلى أنها عورة وفي خروجها تعريض للفتنة، أنه قد يكون في المقبرة رجال وغالبا ما يكون فيها رجال ويحصل اختلاط هناك، أيحصل بذلك الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ وهل الدعاء الصالح يصل أيضا للميت؟ وهل يكون من العمل الصالح الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف؟ الميت يصل إليه من ثواب الأعمال ما دل عليه الدليل، وذلك كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة عنه و قضاء الصيام الواجب عليه، كل هذا ورد في الأدلة أنه يصل ثوابه ونفعه إلى الميت. وأما ما عدا ذلك فلا دليل على وصول ثوابه إلى الميت، ومن ذلك قراءة القرآن، إنه لا دليل على وصول ثواب قراءة القرآن إلى الأموات، ولكن الدعاء والاستغفار وما ثبت بالأدلة فيه كفاية وفيه خير كثير ولله الحمد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا يعم إذا كانت الصدقة والدعاء من أولاده أو من غيرهم من إخوانه المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ صالح ويقول: هل يعد التدخين انتحارا بطيئا؟ أو ما هو حكمه؟ جزاكم الله خيرا. التدخين فيه أخطار ويسبب أمراض خطيرة، كما قرر ذلك أهل الطب من مختلف بقاع العالم، كلهم أجمعوا على أن الدخان مضر للصحة وأنه يسبب أمراضا خطيرة، وتقريراتهم وكتاباتهم معلومة ومشهورة، فلم يبقى مجال للشك في تحريم هذا الدخان الخبيث. فإذا تعاطاه الإنسان فإنه يكون متسبباً لإصابته بالمرض، فيأثم على ذلك، وإن لم يكن يصل إلى حد حكم الانتحار أو حكم قتل النفس، ولكن يكون متسبباً لإمراض نفسه وإصابتها بهذه الأمراض. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان من الخبائث يكون محرما، وتعاطي الحرام فيه إضرار بالنفس وإضرار بالدين، والدخان زيادة على ذلك فيه إهدار للمال من غير ما فائدة، فكم يستهلك هذا المدخن من الريالات في شراء الدخان، وماذا يعود عليه من الفائدة، بل على العكس
تعود عليه المضرات الكثيرة، فهو يشتري الأمراض لنفسه وينفق فيها ماله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وعن إهدار المال في غير فائدة، والإنسان مسؤول عن ماله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا ينفق ماله في الحرام والضرر على نفسه، فسيسأل يوم القيامة عن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في سجود التلاوة، هل نسجد إذا كانت الصلاة فرضا ونفلا أم إذا كانت فرضا فقط؟ جزاكم الله خيرا. سجود التلاوة مستحب في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، يستحب إذا مر على آية سجدة أن يسجد سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وكذلك إذا كان يقرأ القرآن في غير الصلاة، إذا مر بآية سجدة فإنه يستحب له أن يسجد. فالذي يشرع عنده السجود هو مروره بآية السجدة سواء في صلاة أو خارج الصلاة، سواء صلاة فريضة أو نافلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: ما السبيل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى والهداية إلى الصراط المستقيم؟ نرجو إرشادنا جزاكم الله خيرا. السبيل إلى القرب إلى الله جل وعلا يكون بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالسبيل إلى القرب إلى الله جل وعلا يكون بطاعته واتباع أوامره وترك نواهيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا سبيل إلى القرب إلى الله إلا بذلك. وكذلك الهداية، الهداية سببها الطاعة والاتباع والانقياد ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة العمل الصالح. وكذلك من أسباب الهداية تدبر القرآن والعمل به والإكثار من تلاوته. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والله جل وعلا أخبر أن من اتبع هداه أنه يهديه، ومن طلب منه الهداية فإنه يهديه. قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: بعض المجتمعات يكثر فيها الفساد، وأينما اتجه الإنسان وقعت عيناه على الحرام، فما السبيل إلى تجنب هذه النظرات جزاكم الله خيرا؟ السبيل هو الامتناع من السفر إلى هذه البلاد التي فيها فساد الأخلاق وضياع الأخلاق، فلا يسافر الإنسان إليها إلا لضرورة وحاجة لا بد منها، مع التمسك بدينه وإظهار دينه، ومع تجنب مواطن الشر ومواطن الفتنة وتوقي هذه الأخطار. فالسفر إلى البلاد الإباحية خطره عظيم وشره كبير، فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد إلا بشروط واحتياطات. وعلى المسلم أن يحافظ على دينه وعلى عرضه وعلى كرامته، ولا يعرض نفسه ودينه وعرضه للخطر السفر إلى هذه البلاد من باب التقليد الأعمى أو من باب إعطاء النفس شهواتها ورغباتها من غير مراعاة لأمور الدين وأمور العرض وأمور الكرامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف نون ميم ميم المعمري، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أشكو إلى الله أولا ثم إليكم من البخر في فمي، حينئذ أسأل هل أتجنب المساجد وأحرم من الندوات والمحاضرات، أو كيف توجهونني، وهل من طريق إلى معالجة هذا المرض جزاكم الله خيرا؟ أولا، الطريق لمعالجة هذا المرض يسأل عنه أهل الطب، فلعل الله أن يجعل له دواء شافيا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلا تيأس، راجع الأطباء لعلهم يجدون لك علاجا ينفعك الله به. وأما حضورك للمساجد ومجالس
العلم، فإذا كان بالإمكان أن تستعمل أشياء ومنظفات تخفف هذه الرائحة أو تتغلب عليها فإنك تعمل هذه الأشياء، المنظفات والروائح الطيبة التي تغطي على هذه الرائحة الكريهة أو تخفف منها. وإذا لم يمكن هذا وصار هذه الريح تظهر وتؤذي الحاضرين في المسجد فأنت معذور في التخلف عن المسجد، وبإمكانك أن تستمع للمحاضرات والندوات من خلال الميكروفون الذي يمتد صوته خارج المسجد، تكون في مكان تسمع الصوت وتستفيد ولو لم تحضر عند المجتمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لماذا يرمز المسلمون بالهلال على منارات مسجدهم؟ هذه عادة اتخذوها وجروا عليها ولا أصل لها من ناحية الدين، وإنما هي من العوائد فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. هل تجوز قراءة أدعية الاستفتاح كاملة أو يجزئ واحد في كل مرة؟ لا يجمع الإنسان بين الروايات الواردة في الاستفتاح في مرة واحدة، وإنما يستفتح في كل مرة بنوع من أنواع الاستفتاح الواردة، في كل مرة يستفتح بنوع من أنواع الاستفتاح الواردة ولا يجمع بينها في مرة واحدة، لأن هذا لم يؤثر من عمل السلف الصالح وأهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يشترط الاستنجاء عند كل وضوء؟ لا يشترط الاستنجاء عند كل وضوء. إذا استنجى الإنسان استنجاء منقيا وبقي على ذلك فإنه يكفي ولا يكرره مرة ثانية إلا إذا حصل ما يوجبه من حصول الخارج. نعم، أسأل وكذلك يسأل كثير من الناس، لماذا صلاة الظهر والعصر سرية بينما صلاة المغرب والعشاء والفجر جهرية، ولماذا لا تكون كل الصلوات سرية أو جهرية؟ هذا الله أعلم بالحكمة في ذلك، ولكن نحن نتبع الصفة المشروعة ولو لم نعرف الحكمة. وقد ثبت بالأدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بصلاة الليل ويسر بصلاة النهار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولعل من الحكمة والله أعلم أن الليل تنقطع فيه الشواغل ويحضر فيه القلب أكثر من النهار، فيكون للجهر فيه تأثير أكثر، والصوت أيضا يسري في الليل أكثر مما يسري النهار. وأما النهار فهو وقت الأشغال ووقت العمل ووقت فلذلك يسر فيه، والله أعلم. الحاصل أن الحكمة في ذلك خفية، الحكمة في ذلك خفية الله أعلم بها، ونحن مأمورون بالاتباع ولو لم نعرف الحكمة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل في هذه الآية الكريمة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يسأل من هم هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة، جزاكم الله خيرا. قد بين العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية أن المراد بهم الذين يؤخرونها عن وقتها ولا يصلونها إلا بعد خروج الوقت، كان يؤخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس، أو يؤخر العصر إلى ما بعد غروب الشمس، أو المغرب إلى بعد دخول العشاء، أو العشاء إلى طلوع الفجر. هؤلاء قد ضيعوا الصلاة لأنهم أخرجوها عن وقتها، ومن أخرجها عن وقتها فقد ضيعها، وهو متوعد بالوعيد الشديد: سوف يلقون غيا إلا من تاب. يجب على من يفعل شيئا من ذلك بحكم الكسل أو طاعة النفس والشيطان أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يصلي صلاة تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولا يتجارى مع الشيطان ومع هوى النفوس أو التقليد الأعمى للكسالى والمفرطين المضيعين لحياتهم وأوقاتهم. أسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فسروا لنا الآيات من سورة آل عمران من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفسير هذه الآيات واضح من ألفاظها الكريمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من السعة وعظم الخلقة وما فيهما من المخلوقات، السماء الكواكب وما فيها من
الآيات العظيمة والعالم العلوي والأرض وما فيها من النباتات والجبال والأشجار والأودية واختلاف التربة، كل ذلك من آيات الله، أي من العلامات على قدرته سبحانه وتعالى وربوبيته سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، يذهب هذا ويأتي هذا ويطول هذا ويقصر هذا، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، إذ لو شاء لجعل الليل دائما ويتضرر الناس، أو يجعل النهار دائما فيتضرر الناس، فجعل الله الليل والنهار يتعاقبان من أجل مصالح الناس، هذا لراحتهم وسكونهم وهذا لحركتهم وعملهم. والتفكر في خلق السماوات والأرض من العبادة، التفكر في آيات الله والتدبر في آيات الله المقروءة والتفكر فيها وكذلك في آيات الله الكونية، هذا من العبادة، لأنه يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويبعث على خشيته ومحبته وطاعته والخوف منه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى